كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. أنا أحلام حستك، رقم البطاقة AD26-0149، من مواليد الرباط المغرب، مواطنة مغربية، متزوجة بفلسطيني الجنسية، زوج ديالي جنسيته فلسطيني، حامل وثيقة مصرية للاجئين الفلسطينيين. تزوجنا في سنة 2016، التحقت به للسعودية لأنه هو من مواليد السعودية. التحقت به للسعودية، عشت تما 3 سنوات إلى 4، ومن بعد حملت وخلفت ولد سميته حسام الحفني، الزوج ديالي سميته جلال الحفني. ولدي جنسيته مغربية وعنده الجنسية الفلسطينية. قررت واحد النهار انه ندخل البلاد ديالي، حيتاش بغيت نستقر في بلادي على اساس ندير المشروع ديالنا ونعيشو كيف الناس. واحد لقيتها، مشينا على السفاره المغربيه اللي في جده السعوديه، قدمنا الاوراق ديالنا باش نجيو تجمع عائلي والتحق بيا الزوج ديالي. قالوا لي خاصني نصيفط له دعوه من المغرب. جيت انا للمغرب، ارسلت له دعوه من المغرب على اساس انه يلتحق بيا. الزوج ديالي منين مشى للقنصليه المغربيه قالوا له ما كاينه شي حاجه اسمها تجمع عائلي، خاصك تمشي فيزا سياحيه، من الفيزا السياحيه غتمشي بها للمغرب وتخرج خروج نهائي من السعوديه. ايفيكتيفمون داكشي اللي درنا، خرج الزوج ديالي خروج نهائي، حتى انا خرجت خروج نهائي. دخلنا المغرب على اساس الكلام اللي قالوا لينا غنوصلوا المغرب وغيديرونا تصغير في نوعيه الفيزا من سياحيه لتجمع عائلي. الزوج ديالي طبعا ما عنده حتى شي بلاد، هو من مواليد السعوديه ولكن ما كتسمى ماشي بلادو حيتاش ما عندوش الجنسيه السعوديه. هو شنو يدير؟ هو انه يقدم اللجوء في المغرب باش يقدر يتمشى في المغرب كيف بغى. قدم اللجوء ديالو، خرجت له ورقه ديال اللاجئين ولكن ما طلعش له الاقامه ديال اللجوء، وبقينا بحال هكا كنتسناو الرد من عند الخارجيه، ما كاين حتى شي رد. التجأنا للسفاره الفلسطينيه اللي موجوده في الرباط، قدمت واحد الخطاب للشؤون الخارجيه اللي كاينه موجوده في الرباط، قامت سعاده قدموا لهم خطاب على اساس انه يعني يشوفوا الوضعيه ديال الزوج ديالي. ضلينا سنه ونص في المغرب كنتسناو الرد، ما كاين حتى شي رد، ما عرفناش شنو نقدروا نديروا، ما حنا عايشين، ما حنا عارفين شنو نديرو. يمشي رجع للسعوديه، شاف الاهل ديالو وغادي يرجع، تيتفاجأ انه في الدخول ديالو في المغرب كيتفاجأ انه كيقبطوه. قبطوه علاش ما عرفناش، قالوا لنا ممنوع يدخل حيتاش عنده ما عندوش الفيزا وحيتاش عنده غير ورقه اللجوء. اضطروا انهم يجلسوا 3 ايام في المطار. منين جلس 3 ايام في المطار ديال محمد الخامس اللي في الدار البيضاء، قرروا انهم يرجعوه لنفس البلاصه اللي كان فيها اللي هي السعوديه، ولكن عطاه المده ديال شهرين انه يقدر يسوي فيها الوضعيه ديالو. المغرب تاخذ فيه قرار انه يقدر يلتحق بالزوجه ديالو والابن ديالو اللي حنا موجودين هنايا وكنتسناوه. ما عرفناش شنو نقدروا نديروا بلا بيه. وانا كمواطنه مغربيه كنطالب بكل حق وبكل حاجه كيطلبوها مني نديرها، غير يردوا عليا الجواب، يقولوا لي شنو نقدر ندير في هذه الحاله ديالي ويجاوبوني. وكنتمنى من الوزاره الخارجيه تعطيني غير رد ولو رد واحد. ومن هذا المنبر كنتسائل كيفاش قبلوا انني ندير عقد مغربي مع رجل لا يحمل الجنسيه المغربيه الا ما كانش يلتحق بيا ولا بالولد ديالو ويصهر على تربيته. كان وجه استعطاف لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بصفته رئيس لجنة القدس، كان طلب منه يكون وسيط بيني وبين الإدارة المعنية وزارة الخارجية لكونه الأب الروحي لكافة المغاربة. وكان توجه بالنداء لصاحب سمو الملكي الأمير مولاي الحسن اللي كيسهر كل سنة على استقبال أطفال القدس، واللي الإبن ديالي حامل الجنسية الفلسطينية كيعتبر من أطفال القدس. وللسيد الوزير الخارجية كنطلب منهم أنهم يدخلوا في المشكل ديالي، حيث مرضت نفسيا وهذا مسؤولية البيت وديال الابن وديال الأم. عيت. تابعت
تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.